ما هو الإسلام؟ قد يسألك سائل يقول هل أنت مسلم؟ تقول نعم. يقول ما هو الإسلام؟ زغور قوبشن جري خنوش ست إسلام رزي إسر وو مسلمان إسلام رزي إسر قزغور غاوة. المسلم لابد أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. مسلمان على حشور زاقوة زشرا زشرا توحيدم يحيشم جا و يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. يعني جاء وقت الصلاة لابد يصلي. على حشوم خب شطر زعلان بابشا نمزر وقت رقيحة قو نمز زجر على حشوم قطر الحارز غزاشر ويكون في لباسه في هيئته مخالف للكفار، لا يكون كالكفار في لباسهم في معتقدهم في أعيادهم. مسلمانر يشغنم تيوخاو يدونيتتجم تيوخاو جاورخم قاخوش جاورخم يشحقم. الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. إسلام دينر شو زيوغوش. المرتبة الأولى الدرجة الأولى الإسلام يبدد قاكور إسلام را. وأركان الإسلام خمسة. إسلامر توز خج. المرتبة الثانية الإيمان وأركان الإيمان ستة. يطوانر إيمان را أب خوزي وقش خوز خج. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد. يشانر إحسان را وهو عرزاق وش.